السلام عليكم. اليوم نعرفكم بحديقة عمومية مش بعيدة على المقر نتاع الخطوط الجوية الجزائرية، وهذه الحديقة اللي مش كبيرة كتير لكن هي مهمة جدا بالنظر إلى الموقع نتاعها في وسط عمراني، يعني في الوسط العمراني هذاك راه في تطور مستمر، بنايات راهي تتطور، حتى المنطقة يعني بكل هي راهي في تحسن بالنظر إلى الموقع نتاعها، وكذلك بالنظر إلى البنايات والمقرات اللي راهي تتبنى في المنطقة هذه. ونشوفوا هنا تعطي منظر رائع، وهذه الحديقة هذه اللي تم إنشاؤها هذه مدة عندها حوالي 5 أو 6 سنوات، والآن راهي نوعا ما مهملة، لكن لا تحتاج إلى يعني عناية كثيرة. فيها يعني الشيء المهم هو أنه فيها بحيرتين لتجميع المياه تاع الأمطار، لأن المياه تاع الأمطار تتفرغ هنا في هذا الزوج بحيرات. هنا البحيرة هذه، هنا كان بحيرة فيها بعض المياه، وكذلك من الجهة هذه هنا فيه منطقة منخفضة قد تغمرها المياه إذا كان فيه أمطار غزيرة، قد تغمرها المياه المنطقة هذه هنايا. إذن هذه هي منطقة جميلة جدا، في منطقة جميلة رائعة، وإن شاء الله تكون فيه عملية إدماج كل الفضاءات هذه في محيط واحد، ويكون تنسيق ما بين الفضاءات هنا والفضاء نتاع حي الأعمال نتاع باب الزوار هنا، وكذلك الفضاء من جهة اليمنى نتاع السكنات. إذن يكون فيه نظرة عامة لتطوير المدينة بصفة عامة، وتكون فيه عملية نتاع التجديد الحضاري، تجديد حضاري قد يعني يعطينا مدينة جيدة بمقاييس عالمية. لازم تكون المقاييس الدولية تكون فيه مراعاة للمقاييس الدولية في هذه التهيئات، لازم مراعاة المقاييس من ناحية المواد المستعملة أولا، تكون مواد ما يسمى بالماتيريو نوبل، لازم تكون مواد نبيلة في الاستعمال، ولازم تكون فيه مواد صلبة اللي تكون مقاومة للعوامل الطبيعية كالأمطار والمياه والانجراف والحرارة. لازم تكون هذه المواد تكون مقاومة وعصرية وتتماشى مع ما هو معمول به في الدول الأخرى. لازم نأخذ العبرة ونأخذ التجربة من الدول اللي سبقتنا في هذا الميدان، وحتى احنا لازم تكون عندنا ابتكار، لازم يكون عندنا مهندسين بعد تاع الابتكار، وكذلك تكون عندهم الانتيليجنس، لازم تكون عندهم الانتيليجنس لاستعمال هذه المواد وفي خلق هذه الفضاءات، ولازم تكون منسجمة باش نخلقوا المدينة التي نصب إليها. إذن هذا هو حي الأعمال ببازوار، وهذه الحديقة العمومية كنت نمر عليها، دائما نمر عليها. اليوم حبيت ندير عليها نظرة روغار، وهي
تحتاج الى ان روميز اون فالور، لازم يعطوا لها قيمه وتكون منفتحه للفضاءات المجاوره لها. كيف تكون منفتحه؟ لازم يكون مثلا يكون فيه رصيف على كل المنطقه هذه، يكون رصيف عريض تاع زوج الى 3 أمتار ساير داير على المنطقه هذه، وهذاك الرصيف الناس تقدر تمشي فيه، والطرقات هذه اللي راهي حول المنطقه هذه، احنا رانا هنا في وسط حضاري، لابد على الطرقات هذه تنقص السرعه ديالها، ينقصوا السرعه ديالها في الطرقات هذه ويديروا دي تروطوار، يديروا ارصفه، لان رانا في وسط حضاري، من غير المعقول نحمي السيارات نديروا لهم طرق ونعطوا لهم الفرصه باش يديروا السرعه ولا نعتني بالمشاة. لابد تكون فيه خفض للسرعه، ونحو ليغليسيير، نحوهم ليغليسيير دي سيكوريتي، ما نديروش ليغليسيير تاع البيطون هنا في المناطق الحضاريه، نديروا دي تروطوار. يا ناس يا مسؤولين، رانا في الوسط الحضاري، نديروا دي تروطوار ونديروا دي لومبادير ونخلوا الناس تمشي. لازم الان في الوسط الحضاري لو بيطون ايروا، على برا خارج الفضاء الحضاري صحيح السياره هي اللي عندها الاولويه لصاحب السياره خارج الفضاء العمراني، اما داخل النسيج العمراني الاولويه للمشاة للراجلين. لازم نعطوا كل ذي حق حقه، احنا رانا في وسط عمراني، هذه المنطقه نشفى لها بكري فعندها 20 30 40 50 سنه كانت منطقه شبه ريفيه صحيح، اما الان فهي الان راه تقع في وسط حضاري. احنا نلاحظ انه على كل هذه المنطقه حول هذا الفضاء هذا، حول هذه الحديقه الجميله، كلها بنايات، وهذه البنايات تعني ان فيها اشخاص، فيها ناس، فيها راجلين. اذا لابد اعاده النظر في هذه الطرقات، لان اصبحت داخل النسيج الحضاري، ولازم اصحاب السيارات ينقصوا السرعه وتكون فيه ارصفه، تكون فيه ارصفه وعريضه للمشاة وتكون جميله بغلاف جميل. اذا هذا هو، اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.